السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك لفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم حل مشكله عدم تعرف وظهور الايفون على الكمبيوتر. الكمبيوتر ما يقدر يتعرف على الايفون. اوكي، الطريقه جدا سهل يا شباب. طبعا لازم تحمل هذا البرنامج، اوكي، بنظام ويندوز. لازم تحمل هذا البرنامج. اذا كان نظامك ماك في حلول اخرى وطرق اخرى، الشرح في الديسكريبشن. اما بنظام ماك اذا تواجه مشكله في تعرف الايفون بالكمبيوتر، الحل لازم تحمل برنامج ايتونز حتى جهازك الايفون يقدر يتعرف على الكمبيوتر. طبعا هذا سياسات ابل، يعني لازم تحمل هو هذا ايتونز من شركة ابل. يعني بدون ايتونز ما الجهاز الايفون ما يتعرف على الكمبيوتر. يعني لازم تحمل، ادخل الديسكريبشن وحمل ايتونز اخر اصدار من موقع ابل. بعد ما تحمل البرنامج الايتونز افتح البرنامج دبل كليك. اوكي، الحين نبي هذا الشكل، واجهته جدا سهل. اذا افتح لك هذا النافذة اغلقها. الحين وصل الكابل بالايفون، كابل الشحن بالايفون والكمبيوتر. اول ما توصل الكابل مباشره راح بيعطيك النافذه، يعني راح بيعطيك الايفون. اذا تفتح لك هذا النافذه اغلقها، هذا هو النافذه. الناس ما يشوفون، يعطيك هذا هنا بتحصل النافذه. وين اختفى؟ راح اعيد احط الكابل مره ثانيه. اوكي، الناس ما يشوفون راح تظهر لك هذا الخيار، يعني تم التعرف. لما يعطيك هذا ايقونة الهاتف، يعني الجهاز الايفون تم التعرف بالكمبيوتر. اذا تضغط عليها راح بتحصل هني ابديت، يعني استعادة وباك اب، وهني بتحصل الفيديوهات الاصوات، يعني اشياء اخرى. نفس ما تشوفون هني بتحصل الجهاز الخاص بك. اوكي، وبس يا شباب، هذا هو طريقة. نفس ما تشوفون هني الهاتف، وبس. يعني اذا تدخل ايضا في ماي كمبيوتر، هني بتحصل الايفون الخاص بك. شوفوا، لاحظوا هذا الايفون. شوف، اذا تفتح العياده هذا الايفون. وين الايفون؟ هذا الايفون ابل. لاحظوا مكتوب ابل ايفون مثل ما تشوف. تفتح بتحصل ملفات جهازك. وبس يا شباب، هذا هو حل مشكلة. طبعا اذا ما ضبط الطريقة، حملت برنامج ايتون لسه بالجهاز ما اتعرف، الشرح في الديسكريبشن. هناك حلول واخطاء ومشاكل تم حلها، الشرح في الديسكريبشن. ادخل الرابط واقرأ هناك وبتحصل الحلول. وبس يا شباب، هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.